ببساطة شديدة، نحن في أعقاب ثورة حقيقية قامت، وأمامنا دستور من أجمل الدساتير في مجال الحريات والحقوق. كل هذا يجب أن يصدر فيه تشريعات، سواء كانت التشريعات القديمة أن تعدل حتى يعني تتطابق مع الدستور الجديد، وأيضا مع الاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مصر. دي عملية مهمة، وهذه هي الوسيلة لتحديث مصر. نحن نحتاج إلى أن نكون فاعلين في هذا العالم. لا يمكن أن نكون فاعلين بجد وبشكل حقيقي في العالم إلا إذا جددنا تشريعاتنا، وأصبحت تشريعاتنا تشريعات حديثة تعيش مع هذا العصر. ده الحقيقة فكرة فيها، في فكرة الإصلاح التشريعي، والفكرة أيضا اللي كانت وراء إنشاء لجنة الإصلاح التشريعي بعد الثورة المباشرة. هذا هو جوهر الموضوع. لا، الأولاد في حاجات كتيرة جدا بطبيعة الحال، لأن القانون مليان أشياء، وزي ما قلنا النهاردة مثلا زي العدالة الناجزة. العدالة الناجزة العملية مهمة جدا، للتأخير في العدالة هو ظلم يقع عليه. يعني بمعنى مثلا الحبس الاحتياطي لما يقعد مدة طويلة، معنى كده ان احنا وبعدين يطلع براءة، معنى هذا ان احنا وقعنا عقوبة على شخص على جريمة لم يرتكب. فهنا كل دي ما بيسموها إدارة العدالة. إدارة العدالة دي عملية بالغة الأهمية، في وبالتالي ده لا يمكن أن تتم إلا بتشريعات جديدة.